شذا. نعم، السلام تفضلي. عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. يا شيخ جزاك الخير، زوجي حلمان نعم. 3 فخول، 3 ايش؟ 3 فخول حلمان، ايه. ايه، ومتجمدين، نعم. ونطل لما يفتش منهم الثلج وردوا يتنسمون مرة ثانية. ايه، وبعدين في واحد رياح حدث عليه صخرة كبيرة بيضة. طيب، ايه، خير ان شاء الله، حياك الله. المعزة في المنام والصخور وغيره والخرفان، في الغالب في المنام تفسر المرأة المتزوجة بحمل، قد تحملين ان شاء الله بذرية اولاد، لكن الثلج في المنام يفسر بالهم، فاذا كان عليهم ثلج الحذر على ذريتك من قضايا العين والحسد. الامر الاخير ان الصخرة ورجل يحذف صخرة، هذا انسان يتكلم وعنده قيل وقال، والنبي عليه الصلاة والسلام، السنة الصحيحة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف، احنا نسميه حذف لكن في اللغة الخذف، وبين النبي عليه الصلاة والسلام انه يعني لا ينكى عدوا وانما يكسر السن ويفقع العين، فالحذر من انسان عنده قيل وقال والعلم عند الله. نعم نعم. فبالنسبة لهذا الطريقة الحذر يعني منها، إذا رأى الإنسان أنه يحذف في المنام، إنما إنسان متكلم فالحذر من شر إن كان يعرف والعلم عنده. معنا مسج آخر. نعم.